إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، مساءكم سعيد مباشرة من مدينة المضيق هذه المرة، بعد ما كنا أمس مباشرة من طنجة مع الفنانة خولة بالعمران ضيفة شوتينغ مصممات الأزياء والزيانة كيوباترا ابنة مدينة طنجة، والتي تقدم لأول مرة شوتينغ 2020. اليوم تستضيف الفنانة ابتسام تيسكيت اللي هي ضيفة شرف هذا الشونتيك. شكرا. كما تشاهد معنا جوانا خلي الزواق تيبان هذيك اللي قدام قدام زوينه هذيك خليك هذيك داخله في الوسط هذيك داخله الطبيبه في الوسط هذيك الطبيبه هذيك كلشي هز التليفون إذن لتقريب الجمهور عن هذه عن هذا الشوتينغ مع المصممة صاحبة هذا الفستان الجميل فستان الأميرة، نبدأ مع ضيفة الشرف أيقونة الغناء المغربي. تفضل. تحية بعد الناس اللي كيشوفونا وكنوجه لهم تحية حب وتقدير، وكنتمنى ان شاء الله يكون اللي عجبهم تا هما هاد القفطان. كنبغي نشكر زيانه هند كليوباترا اللي ما شاء الله ما قصرتش، كانت غزاله بزاف، وهي فنانه وانسانه كذلك ظريفه وغزاله، وان شاء الله ما يكونش اخر تعامل ديالنا. بيان سور. شي كلمه تبغي تقولي؟ شي كلمه بيان سور. غادي تعطينا هي حشوميه. عطينا غير نبدا على هاد التكشيطه ولا هاد الامير معايا. دوك هذه اميره كيف ما كنقولوا حنا عندنا في الشمال، دونك اميره بقفطان ديال بروكار وديال المهم بروكار مرصع، و بتصميم ستايلش كافطان بيان سور، هي اللي كيف ما قلت لكم عملت لنا لا كوليكسيون 2020 كامله، ودونك فوالا، ومع الفنانه الكبيره ديالنا ابتسام تسكيت الجميله ما شاء الله عليها، وانا كثير زعما مبسوطه اللي تعاملت معاها واللي قدرت نلبس لها هذا اللباس هذا. كنشكركم بزاف، كنتمنى هذا الشيء يعجبكم. تبارك الله عليك وتبارك الله على ستايلش كافته. بوسه كبيره ايمان. فوالا شكرا. شكرا. اذا كيف جاتكم ابتسام تيسكيت في هذه الحله الجديده شوتينغ 2020؟ بوسه كبيره لكم. إذن مشاهدينا بعد سنعود إليكم في ريبورتاج مفصل حول هذا العرض الخاص بالفنانة المتألقة ابتسام تيسكيت مباشرة من مدينة المضيق. الفوتو فين ناخذوهم؟ برا ولا؟ هنا؟ يلا دابا خليهم معنا.